وجايلكم مسلسل صيني قمر والطفل اللي فيه قمرين، وده لانه عمال يولع في الاحداث بجماله وحلاوته. بس قبل ما نبدأ بليز حطوا لايك للفيديو ووصلوا ل 5000 لايك، وكمان اشتركوا في القناة واكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، وياريت لو تكبروا الشاشة عشان تشوفوا الملخص كويس. ويلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا مو، اللي بتصحى من نوم مخضوضة لانها كانت بتحلم بحبيبها السابق. بس بتعدي الموضوع وبتجهز ابنها تشن وبتوديه للحضانة، وقدام نفس الحضانة بيظهر شاب غني وسيم اسمه جو بيراقب الاطفال اللي جوه، وبعد كده بيمشي. وجوه الحضانه تشن بيعاني من التنمر بسبب زمايله اللي بيضربوه بيتريقوا عليه وبيوصفوه ان هو طفل متوحش، وده لان هو ما عندوش اب، فتشن بيتعصب وبيضربهم. وعشان كده المدرسه بتتصل بمو اللي بتروح للحضانه جري وبتطمن على ابنها، والمدرسه بتحذر مو خصوصا ان دي تالت مره ابنها يضرب الاطفال اللي في الحضانه وما يرضاش يقول لهم السبب. وبتعرفها ان المره دي تشن ضرب طفل اهل وناس مهمين ومش هيسكتوا، فمو بتتعصب وبتسال تشن هو بيعمل كده ليه، فبيعرفها ان الطلاب دايما بيتنمروا عليه لان هو ما عندوش اب، فبتتعاطف معاه وبتحضنه. وعلى جانب اخر جو بيبقى قاعد مع امه وجدته اللي بيطلبوا منه يرجع ابنه عشان يعيش معاهم، وبيحذروا ان هو لو ما رجعش ابنه مش هيكلموه تاني، وكمان ابوه التعبان مش هيكلمه لحد ما يموت. وفي تاني يوم اهل الطفل اللي تشن ضربهم بيجوا الحضانه، وبيبقوا ناس اغنياء جدا وعندهم سلطه، وعشان كده مو بتخاف وبتعتذر لهم وبتطلب منهم ما يأذوش ابنها. بس ام الطفل مش بتقبل اعتذارها وبتقول لها اسكتي يا حقيره، انا لو بعتك مش هتجيبي تمن الجزمة اللي انا لابساها، وانا مش هقبل اعتذارك الا لما ابنك ينحني ويعتذر لابني. فتشن بيتعصب ويقول لها انا مش هعتذر ولا هنحني لحد، وبيقرب منها وبيعضها في ايديها، فبتتعصب عليه وكانت لسه هتضربه. بس في اللحظة دي بيدخل جو بيزعق لها وبيعرفها انه يبقى ابو تشن، فابو الطفل التاني بيخاف خصوصا انه بيبقى عارف ان جو ده راجل واصل وممكن يأذيهم، وعشان كده بيزق ابنه وبيقول له اخرس انت لازم تعتذر لتشن لانك اتنمرت عليه، وكمان بيضرب مراته بالقلم وبيقول لها انت لازم تعتذري لمو. فبتقبل اعتذارهم وبتمشي مع تشن اللي بيشكرها وبيقولها انا عارف انك اجرتي الراجل اللي جوه ده عشان يمثل ان هو ابويا. وبعدها مو بتروحوا البيت وبتقف تتكلم مع سواق جو، واللي بيعرض عليها تجيب تشن عشان يعيش مع جو في البيت، وده لانه بيكون ابوه. وبنرجع بالزمن 5 سنين اللي وراه، بنعرف ان مو وجو كانوا مرتبطين، بس مو ما كانتش بتحبه وكانت بتستغله عشان تاخد منه فلوس وتديها لعيلتها اللي كانت في الوقت ده على وشك الافلاس. ولما جو عرف اتضايق، وده لانه كان بيحبها بجد، بس هي سابته ومشيت. وبعدها اكتشفت انها حامل فقررت تحتفظ بالطفل، ولما ولدت تشن قررت تربيه لوحدها. وللاسف بتكون معيشه تشن في حياه فقيره لانها معهاش فلوس، وعشان كده في الوقت الحاضر بتوافق ان تشن يروح يعيش مع جو، خصوصا ان هو غني وهيقدر يعيشه في مستوى كويس احسن من اللي هي معيشه فيه. بس بيبقى عندها شرط واحد، وهو انها تعيش مع تشن في بيت جو لمده 2 شهر لحد ما تشن ياخد على الوضع، وبعد كده تسيبه مع جو وتمشي. فجو بيوافق وبتتنقل هي وتشن لبيتهم الجديد، وتشن بيبقى فرحان لما بيعرف ان عنده اب، وكمان الجده بتبقى فرحانه بيه وبتقعد تلعب معاه وبتاخده تلبسه بدله، وتشن بيبقى مبسوط بيها. وبعدها بيقعدوا يتغدوا سوا، وتشن بيتعامل معامله في اي بي من كل افراد العيله على عكس امه اللي ما بيكونش حد طايقها. لدرجه ان بعد الاكل الجده بتعرض على مو شيك بمليون دولار، وفي مقابل كده تسيب لهم تشن وما تقعدش معاهم الشهرين دول. بس هي بترفض تاخد منها الفلوس وبتعرفها انها هتقعد مع ابنها. وتاني يوم مو بتصحى بدري وبتجهز لتشن الفطار بتاعه، وبعدها بتروح تصحيه عشان يروح الحضانه. فتشن بيسمع كلامها وبيلبس وبينزل عشان يفطر، بس الجده بتزعق له وبتامره ما ياكلش من الاكل اللي امه عاملاه له لانه وحش، وياكل من الشوربه اللي هي عاملاها. بس تشن بيرفض وبيقول لها لا انا بحب الاكل اللي امي بتعمله لي، وبيقعد ياكل من الساندوتش اللي امه عاملاه. وبعدها تشن بيسال الجده على ابوه، فالجده بتقول له افطر انت يا حبيبي، ابوك مش بيصحى بدري. ولكن فجاه جو بيقول لهم لا انا هصحى بدري بعد كده عشان خاطر ابني، وبيقعد ياكله ويشربه الشوربه اللي جدته عاملاها. وبعدها جو ومو بيروح عشان يوصلوا تشن للحضانه اللي بيبقى فرحان وبيمسك في ايديهم هما الاثنين، وقبل ما يمشي بيقول لهم يلا بقى انتوا لازم تروحوا سوا، فبيمثلوا ان هما موافقين. بس بعد لما بيدخل بيمشي وكل واحد بيشوف اللي وراه، فمو بتروح تقدم على وظيفه، ولكن للاسف ولا شركه بتقبلها لانها ما خلصتش تعليمها. ولما بتروح تشن بيسالها انت عملت ايه يا ماما، فبتعرفه ان مفيش ولا شركه راضيه تقبلها، بس بتطمنه ان هي قدمت في شركه مشهوره ونفسها تتقبل فبيشجعها. وفي اللحظه دي جو بيبقى معدي وبيسمع اسم الشركه وبيبان عليه انه عارفها. بعدها بيدخل يطمن على تشن اللي بيعرفه ان جاب 10 من 10 في واجب الحضانه، فجو بيشجعه بيقول له ده شاطر زي ابوك، بس تشن بيقول انا عايزك انت وماما تيجوا تحموني، فبيضطر يوافق. وتشن بيبقى مبسوط وبيرش عليهم الميه، وقيس فجاه موجته هتتزحلق، بس جو بيلحقها وبيقربوا من بعض ولكنهم بيبعدوا عن بعض بسرعه. فمو بتتضايق من اللي حصل وبتزعق لتشن وبتعرفه ان هي مش هتحميه وبتسيبه وبتطلع، ولكنها بتقابل جو اللي بيزعق لها لان هي ضحكت عليه واستغلته من 5 سنين، وبيعرفها ان هو خلاص ما بقاش مهتم بيها ولا عمره هيبص لها، فبتقول له ماشي وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتحصل المفاجاه لما مو بتلاقي شركه التصميم المشهوره بعت لها ايميل وبيقولوا لها انهم موافقين تشتغل معاهم، فبتتبسط وبتبقى طايره من السعادة.
المساعدة. فتاني يوم على طول بتروح الشركة وبتقابل المديرة اللي بتكلفها تصمم مركز تسوق، وتعرفها ان المشروع ده مهم بالنسبة لهم، وده لانه رايح لاهم شركة هما بيتعاملوا معاها. ولما مو بتخرج من عندها بتقابل واحد من زمايلها اللي بيعرفها ان المشروع ده تبع شركة جو، ولو غلطت فيه المديرة هتولع فيها لان جو اهم واحد بيشتغل معاهم. فبتتوتر بس بتنجح ان هي تعمل التصميم، ولما بتوريه للمديرة بتهزقها وبتطلب منها تعيده تاني. وفي اللحظة دي بيدخل جو بيبص على تصميمها وبيعجبه، فبيهزق المديرة وبيمسح بكرامتها البلاط، وده لانها رفضت تصميم حلو زي ده، وبيطلب من مو تيجي تقعد عنده في الشركة لحد ما تخلص باقي التصميمات. فهي ما بتصدق وبتوافق، ولما كان جو ماشي السواق بيقول له واضح انك لسه بتحبها، فهو بينكر وبيزعق له. وفي تاني يوم مو بتروح عند جو الشركة وهي مبسوطة، ولكنها بتتفاجئ بيه بالليل بيطلب منها تخلص شغله وتيجي معاه عشان هيروحوا سوا. ولما تشن بيشوفهم وهم جايين سوا بيتبسط لانهم بدأوا يقربوا من بعض. وفي وقت العشاء بنلاقي واحدة من قرايب جو اسمها يو، وبنعرف انها وجو متربيين مع بعض من هم صغيرين، بس هي بتحبه ولكنه مش معبرها. المهم ان يو دي بتبقى حربية وبتقعد تتمسكن وتقرب من الجدة، وده كله عشان تكسبها في صفها وتقدر توقع جو. وفعلا الجدة بتبدأ تساعدها، فبعد العشاء بتطلب من جو ان هو يوصلها لبيتها، فبيروح يوصلها وهو مش طايق نفسه، ولكنها بتستغل الفرصة وبتقعد تتكلم معاه طول الطريق لحد ما بيحرجها وبيوصلها وبيمشي. ولما بيوصل البيت بيتفاجئ ان مو لسه صاحية، فبيبدأ يقرب منها ولكنها بتبقى متوترة وبتقع على الكنبة، فبيسألها اذا كانت صاحية عشان قلقانة عليه، فهي بتنكر وبتعرفه ان هي جاية تشرب مية وهترجع تاني. وبعدها بتطلع تطمن على تشين، ولكنها بتتفاجئ بالخدامة اللي بتقول لها ان جو عايزها. فلما بتروح له بيطلب منها توقع على اتفاق ما بينهم ان هي هتسيب له تشين بعد شهرين ومش هيبقى لها اي علاقة بيه، وكمان ما تعرفش اي حد ان هي عايشة معاه في البيت او كانت على علاقة بيه من 5 سنين، ومش مسموح لها طول الشهرين اللي قاعدة فيهم هنا ان هي توعد اي راجل تاني، فبتتعصب من شروطه بس بتوقع في الاخر. وبعدها بترجع تنام جنب تشين اللي بيقول لها انا اتخضيت يا ماما لما ما لقيتكيش جنبي، فبتساله اذا كان بيحب ابوه، فبيقول لها ايوه يا ماما بحب بابا وبحبك انت كمان وعايزكم انتوا الاثنين تفضلوا معايا، فبتتبسط من كلامه وبتنام جنبه. وبعدها جو بيعدي عشان يطمن عليهم وبيدخل يغطيهم، ولكنه بيتفاجئ ان مو بتمسك ايده وهي نايمه فبيبعد عنها بسرعه. وتاني يوم بيقعدوا يفطروا هما الثلاثه سوا، وتشين بيقول لهم يلا بقى انتوا الاثنين عشان تودوني الحضانه. ولما ممكن هتركب العربيه تشين بيمنعها وبيقول لها لا انت لازم تركبي جنب ابويا عشان هركب ورا لوحدي، فبتضطر تركب جنبه، وبتتوتر لما بيقرب منها عشان يربط لها الحزام، بس هو بيقول لها اطمن انا عمري ما هبص لك، فبتقول له احسن برضه. وبيفضلوا هما الاثنين متوترين طول السكه لحد ما بيوصلوا للشركه. ولما مو بتوصل مكان شغلها بتقابل زميلها الجديد واللي بيبقى اسمه فينج، وبيبقى لطيف معاها وبيعملها كويس. وعلى جانب اخر سكرتيره جو بتعرفه ان يو قاعده بره مستنياه، فبيتعصب وبيقول لها اطلعي قولي لها ان انا مشغول وما تخليهاش تشوفني. وللاسف يو لما بتعرف انه مش عايز يقابلها بتتعصب، وده لانها قاعده مستنياه بقالها ساعتين عشان تديله الغدا، فبتروح تشتكي للجده وبتعرفها اللي حصل، وكمان بتقول لها ان في مجموعه من الصحفيين صوروا جو امبارح وهو بيوصلها ونزلوا اخبار ان هما الاثنين على علاقه ببعض. فالجده بتقول لها خلي الصحافه تنشر لان كده كده هتتجوزيه وانا هساعدك وادعمك. ونرجع لمو اللي بتبقى قاعده بتتغدى، بس بتلاقي فينج جاي يقعد معاها وبيبان عليه انه بدا يعجب بيها، فبيقعدوا يتكلموا ويهزروا سوا. وبالليل بيعرض عليها انه يوصلها بالعربيه، بس هي بترفض لان هي مش عايزه تعرف حد ان هي عايشه مع جو في نفس البيت. وللاسف مو بيكونش معاها فلوس عشان تاخد تاكسي، فبتروح تستخبى جنب عربيه جو وبتستنى لحد ما ينزل. وفي الوقت ده جو بيبقى لسه عنده شغل كتير ومفروض يقعد في الشركه، بس لما بيفتكر مو بيسيب كل حاجه وبينزل عشان يلحقها، وبيتخض لما بيلاقيها مستخبيه جنب العربيه، فبيعرض عليها انه يوصلها، ودي ما بتصدق وبتوافق. وفي السكه جو بيزعق لها اللي عملته معاه من 5 سنين، فبتعرفه انها عملت كده عشان خاطر عيلتها، وانها ما كانش قصدها تضحك عليه ولا تخدعه، فبيسكت ومش بيعمل لها حاجه. ولما بيرجعوا البيت تشن بيحضن مو بيقول لها اكيد يا ماما انت تعبانه تعالي بقى اقعدي اما ادعك لك ظهرك. وفي الوقت ده جو بيبقى واقف غيران لان تشن مش معبره. وبصراحه يا جماعه احنا كمان غيرانين لان تشن ده ما فيش زيه، وانتوا شايفين الاطفال اللي عندنا بيعملوا فينا ايه. وبعدها بيقعدوا يلعبوا مع تشن اللي بيستغل الفرصه وبيعرض على جو ان هو يوديه الحديقه في اخر الاسبوع، فجو بيوافق ومو هي كمان بتضطر توافق، وتشن بيبقى طاير من السعاده. وبعدها تشن بيقرر يقربهم من بعض، فبيسحب امه وبيوديها في اوضه ابوه وبيقفل عليهم الباب من بره، والوضع بيبقى متوتر ما بينهم، خصوصا ان جو بيحاول يقرب منها ويبوسها، بس هي بتزقه وبتبعده. وبتجري تستخبى لما بتسمع صوت امه جايه، وبعد لما امه بتمشي مو بتخرج وهي محرجه وبتسيب الاوضه وبتطلع تجري، فبتروح تزعق لتشن على اللي هو عمله، فبيقول لها انا اسف يا ماما انا كان قصدي بس اقربكم من بعض، فهي بتسامحه وبتطلب منه ما يعملش كده تاني. وتاني يوم مو بتصحى متاخر فمش بتلحق تفطر، فبتاخد السندوتش بتاعها وبتركب في عربيه جو اللي المفروض يوصلها، بس هو ما بيكونش طايقها بسبب اللي حصل امبارح، وبيفضل طول السكه يهزقها، فهي مش بتهتم بيه، وطول السكه بتبقى سرحانه في الطريق
الطريق، فالموضوع ده بيعصبه أكتر. ولما بتوصل للشركة بتقابل فينج اللي بيعرض عليها يركبوا الأسانسير ويطلعوا سوا، ولما بيجوا عشان يركبوا بيتفاجئوا بجوف وشهم فبيترعبوا هما الاتنين، وبيبان على فينج إن هو خلاص وقع في حبها، وده لأنه بيفضل باصص لها طول ما هما شغالين. وفجأة سكرتيرة جو بتعرف مو إن هي لازم تيجي معاها لأن جو عايزها ضروري، فبتروح عشان تقابله وبتبقى واخدة التصميم بتاعها اللي هي عملته وبتوريه له، وبتعرفه إن هي كده خلصت شغلها وهترجع شركتها تاني، بس هو بيرفض وبيقولها انت مش هتمشي من هنا الا لما نخلص المشروع كله، وبيقول لها تعالي معايا بقى عشان نتغدى سوا. فبتروح معاه وهي متوترة ومش بترضى تاكل، لحد ما بيهددها انها لو ما كلتش هيدفعها ثمن الاكل، فبتضطر تاكل عشان معهاش فلوس تدفع. بس بعد شوية بتهرب منه وبتتحجج ان هي عندها شغل ضروري وبتمشي، وفي طريقها لمكتبها بتبقى مستغربة طريقته وحاسة ان هو بيخطط لحاجة عشان ينتقم منها. ولما بترجع بتقابل فينج اللي بيقول لها انا لاحظت انك ما اتغديتيش النهارده وعشان كده جبت لك الاكل ده ليكي، فبتاخده وبتشكره. وبالليل وقبل ما تروح فينج بيديها هدية فبتاخدها وبتشكره، وللأسف جو بيبقى شايفهم وغيران. فلما بتركب معاه العربية بيقول لها يا ريت ما تجيبيش الحاجات المعفنة دي لعربيتي وإلا مش هيحصل لك كويس. فبتزعله بتقول له انت لو مش عاجبك انا ممكن انزل وامشي، ولكن قبل ما تفتح الباب بيسوق بسرعة عشان ما تسيبوش وتمشي. ولما بيروحوا جو بيتفاجئ ان يو عندهم، لا وكمان بتحاول تقرب منه وبتمسك ايده، فبيسيبها وبيروح يقعد جنب مو وبيمسك ايديها عشان يغذيه. ومو طبعا بتبقى قاعدة ومش فاهمة اي حاجة، لحد ما الجدة بتيجي وبتعامل يو كويس على عكس مو اللي بتمسكها تهزقها. فتشن بيتعصب وبيزعق للجدة وبيقول لها انت ست شريرة لانك بتزعلي ماما. فالجدة بتضعف وبتقول له لا يا حبيبي انا بحب امك، وبتبدأ تأكل في مو وتهتم بيها عشان خاطر تشن. ويو الحرباية بتلاحظ ان تشن ده مسيطر والكل بيحبه، فبتقرر تقرب منه وتكسبه في صفها، فبتروح تديله عصير عشان يشربه ولكنه بيرفض لانه مش بيحب النوع ده. وجو بيستغل اللحظة الذهبية دي عشان يقرب منها، فبعد لما بيخلصوا العشاء بيحط ايده على كتفها، وده بحجة ان هو عايز يحافظ على سلامة تشن النفسية ويحسسه ان هم عيلة سعيدة. فتشن بيتبسط بالوضع ده وبيقول لامه ايوه بقى يا ماما انت لازم تقربي من بابا زي ما بيحاول يقرب منك، وكمان انا سمعت ان اهالي الاطفال زمايل اللي بيبوسوا بعض، يلا بقى يا ماما بوسيه. فبتتكسف وبتبوسه من خده وبتطلع تجري، وبتطلع تستحمى، ولما بتخرج بتتفاجئ ان جو عندهم في الاوضه، فبتحاول تبين ان هي مش مهتمه ولا متوتره وبتبدا تنشف شعرها، بس جو بيقول لها تنشفي شعرك وانا موجود، وبيبدا هو ينشفه لها. وفي اللحظه دي بيدخل تشن اللي بيطلب من جو ان هو ينام معاهم، فما بتعترض وبتعرف تشن ان جو مش بيحب ينام الا على سريره وفي اوضته. بس جو بيفاجئها وبيقول لتشن لا يا حبيب قلبي انا هنام معاك، وبيناموا هما الثلاثه على سرير واحد. ومو بتبقى متوتره ومش بتعرف تنام طول الليل، وجو هو كمان بيبقى صاحي فبيتشقلب على السرير لحد ما بيبقى جنبها، فبيبوسها وبيحضنها وبيناموا في الوضعيه دي لحد تاني يوم الصبح. وتاني يوم ام جو بتزعله لانه كان نايم في اوضه مو، فبيقول لها انا مش مهتم بيها، وبيعرف انه عمل كده عشان خاطر تشن مش اكتر. وبعدها مو بتجهز نفسها عشان تروح الشغل، فام جو بتطلب منها تقنعه يفطر لانه نزل من غير فطار. وطول السكه مو بتطلب منه ان هو يفطر، بس هو بيقول لها انا مش هاكل الا لو انت جبتي لي فطار، فبتضطر توافق، وعشان هي عارفه ان معدته وجعي بتجيب له اكل خفيف. ولما بترجع الشركه بتلاقيه تعبان، فبيصعب عليها وبتقعد تاكله، وبعدها بتحس انه بيتدلع، فبتقول له لا ما انت ايدك سليمه اقعد بقى اكل نفسك. فبيتمسكن وبيبدا يقرب منها، بس هي بتبعد عنه، فبياكد لها ان هو تعبان قوي وبيامرها تروح تجيب له دواء، فبتروح تشتري له ادويه فعلا. ومن حظها الاسود انها بتقابل فينج في الاسانسير، فبتخض عليها وبيفكرها تعبانه، فبتكذب وبتقول له انها جايبه الدواء ده للكلب بتاعها، فبيعجب بيها اكتر بيقول لها ما كنتش اعرف انك حنينه على الحيوانات قوي كده. وطبعا لو جو يعرف باللي بيحصل هنا وانها بتقول عليه كلب كان زمانه طردهم هما الاثنين من الشركه. وبعدها مو بتوصل لجو الدواء وبتسيبه وبتمشي. ولما بترجع المكتب بتلاقي فينج جايب لها علبة شوكولاتة غالية هدية، وكالعادة مش بترضى تكسفه وبتاخدها وبتشكره. وبعد لما فينج بيمشي جو بيجي يأمر مو انها تروح معاه لان الوقت اتأخر، وبيلمح معاها علبة الشوكولاتة وبيتضايق لما بيعرف ان فينج هو اللي جايبها لها. ولما بتركب معاه العربية بتبقى تعبانة فبتنام، فبيشيلها وبينامها في اوضته. وبعد شوية بتصحى وبتتخض لما بتلاقيه نايم جنبها على السرير، فبتزعله لانه جابها هنا، فبيعرفها ان تشن نايم وهو محبش يزعجه. وجو الحنين بيلاحظ ان هي جعانة فبيقوم يعمل لها اكل، فهي بتتريق عليه لانه ما بيعرفش يطبخ، بس لما بتدوق الاكل اللي عامله لها بتنبهر بيه، فبتطلب منه يعلمها عشان تبقى شاطره وتعمل اكلات حلوه زيه، بس هو بيرفض ولكنها بتصعب عليه في الاخر فبيوافق.
وما بتبقاش مو عايزة تنام معاه في نفس الأوضة، بس هو بيطمنها انه هينام على اللحاف ويسيب لها السرير لوحدها. ولكن الكذاب اول لما بيدخل الأوضة بينط جنبها على السرير وبيحضنها، فبتضطر تستحمله وبيفضلوا في الوضع ده لحد تاني يوم. ولما بيصحوا بيتخضوا، ده لانهم بيشوفوا ام جوف وشهم فبيمثلوا ان مفيش حاجة وبيروحوا يفطروا. وفجأة تشن بيجي لهم وبيقوم ابوه وبيقعد هو جنب امه وبيقول لها: ماما انا زعلان منك لانك من ساعة ما قربتي من بابا وانت مش معبراني ولا مهتمية بيا. وبيبان عليه انه بدأ يغير من ابوه، فبتقول له: ما تقلقش يا حبيبي، انت رقم واحد في قلبي ومفيش غيرك. فجو بيغير من ابنه وبيقول: ازاي تحب تشن وانا موجود. وبعدها مو بتسأل جو على علبة الشوكولاتة اللي فين جدها لها لانها كانت سايباها في العربية، فبيعرفها ان هو رماها بالغلط لانه ما كانش يعرف انها بتاعتها. وفي اخر الاسبوع بيجهزوا نفسهم لانهم هيروحوا الحديقة المائية، ولما تشن بيوصل هناك بيبقى مبسوط وهو بيتفرج على الحيوانات. بعدها بيختار لعبة يشتريها وهي كمان بتختار واحدة، فجو بيقرر يعاندها وبيشتري كل اللعب اللي موجودة في المحل لتشن الا اللعبة اللي اختارتها. فتشن بيزعلها وبيقولها: لا يا ماما، اللعبة اللي انت اخترتيها معفنة. وبعد كده بيشدهم وبيروح يركبوا المراجيح، بس فجأة مو بتتعب فبتطلب من جو ان هو يروح يلعب مع تشن وهي هتستناهم هنا. وتشن بيتفق مع بو ان هو يفاجئ امه ويعملوا فيها مقلب، فبيوافق وبيلبسوا هما الاتنين لبس الدبابة وبيروحوا يلعبوا معاها وبيخضوها فبتتبسط. ولكن بعد شوية بتدوخ فبتنام على كتف جو، وتشن بيبقى في اسعد لحظات حياته لان هما الاتنين قربوا من بعض. ولما بيرجعوا البيت الجدة بتتضايق لما بتشوف جو هو شايل مو، فبيعرفها ان هي تعبانة وبيتلكك وبياخدها ينيمها عنده في الاوضة. وبعد كده جو بيحضنها فبتتعصب وبتقوله: انت هتنام باحترامك ولا سيب لك الاوضة وامشي. فبتعمل حاجز ما بينهم وبتأمره ما يعديهوش وقال لها هيزعل، وبعد كده بتنام. وتاني يوم بتصحى متأخر على ميعاد الشغل، ولكنها بتتفاجئ ان جو بيكلمها وبيديها اجازة عشان تنام وترتاح، ولكنه في الحقيقة مش بيهنيها على نوم لانه كل شوية بيتصل بيها وبيقرفها. وفي اخر مكالمة بيديها عنوان المستشفى اللي ابوه محجوز فيها وبيطلب منها تجيله. وفي السكة السواق بيعرفها انها شخص مميز، وده لان جو مش بيخلي اي حد خالص يزور ابوه. ولما بتوصل للمستشفى بتتفاجئ ان جو بيحضنها وبيطلب منها تستنى بس لمدة دقيقة، فبتوافق. وبعدها بيعرض عليها انها تسافر تدرس التصميم برا لمدة سنة عشان تحسن مهاراتها، فبتتحمس في الاول بس بعدها بترفض وتعرفه ان هي مش هتسافر عشان ما تسيبش تشن لوحده. ولما بترجع البيت تشن بيقول لها: ماما انا زعلان منك وعشان كده هتنامي معايا النهارده، وده لانك من ساعه ما قربتي من بابا وانت رمياني ومش بتنامي معايا. فبتوافق، بس جو بيسحب تشن وبيقول له: انت مش عايز يبقى عندك اخوات صغيرين في المستقبل؟ فتشن بيقول له: ايوه عايز. فجو بيقول له: وعشان كده لازم تسيب امك تنام معايا انا وما تنامش معاك. فبيجري على امه وبيقول لها: ماما انا بقيت خلاص كبير ومش محتاجك تنامي معايا، وبيكرشها بره الاوضه. فما بتضطر تنام معاه. وفي تاني يوم فينج بيطلب منها يخرجوا ياكلوا سوا، وبيعرفها ان بقيت زمايلهم هيكونوا هناك. وللأسف وهم ماشيين جو بيشوفهم فبيبقى غيران عليها، فبيلغي كل الشغل اللي وراه وبيطلع وراهم وبيراقبهم. ولما بيوصلوا للمطعم مش بتلاقي حد من زمايلهم، ففينج بيعترف لها ان هو كذب عليها وكان نفسه بس يخرج معاها لوحدها، فبتسامحه وبيكملوا الموعد سوا وبيقعدوا يهزروا ويضحكوا. للأسف جو بيبقى شايفهم وغيران وهيولع. وبعدها فينج بياخدها على مكان تاني عشان يعرفها على اصحابه، وهناك كان هيعترف لها بحبه ويطلب منها تتجوزه. ولكن للأسف مو بتسكر وبتسيبه وبتروح الحمام، وفي طريق خروجها بتقابل جو اللي بيشيلها، فبتبسط لما بتعرف ان هو كان ماشي وراها كل ده وكان غيران عليها وبياخدها يروحها. وللاسف الجده بتشوفه وهو شايلها تاني فبتحذره منها وبتعرفه ان دي واحده حربيه وهتضحك عليه وتستغله زي ما عملت قبل كده، بس هو بيزعق لها وبيعرفها ان هو دلوقتي بقى مسؤول عن قراراته ومش عايزها تتدخل في حياته. وبيحس خلاص ان هي هتروح من بين ايده، فتاني يوم بيبدا يقرب منها وبيامرها تربط له الجرافطه، فهي بتوافق. وبعد كده بينزلوا يفطروا سوا، ولكن الجده بتزعق لمو وبتتهمها ان هي بتعمل كده عشان الفلوس زي ما عملت زمان، بس جو بيتدخل ويزعق للجده وتشن هو كمان بيزعق لها فبتقعد ساكته. وبعدها بيروحوا هما الاثنين الشغل، وطول السكه مو بتساله هو دافع عنها ليه، فبيوقف العربيه وبينزل يحضنها وبيعرفها انه لسه بيحبها وعمره ما نساها. وفي اللحظه دي فينج بيجي وبيشوفهم كده وبيتصدم. والمسلسل بيخلص على كده، واحب اعرفكم ان المسلسل ده نزل منه جزئين وانا لخصتهم لكم، وهم سابوا النهايه مفتوحه لان المفروض في جزء ثالث بس لسه ما تصورش، ولما ينزل ان شاء الله هبقى لخصه. واول حاجه اتعلمناها من الملخص ان انا محتاجه تشن ده اربيه لانه بصراحه طفل قمر وما يتسابش. وتاني حاجه اتعلمناها من الملخص ان احنا محتاجين نستورد اطفال من الصين، لان باللي احنا بنشوفه ده اللي عندنا دول ما يعتبروش اطفال. واول كومنت معانا من ريما من السعوديه: وانا كمان بحبك قوي انت وكل اهل السعوديه. والكومنت اللي بعده من امنه من العراق: وانا كمان بحبك. واللي بعده من فاطمه من العراق: وانا كمان بحبك يا فاطمة. وتحية مني لكل اهل العراق. وبس كده الفيديو خلص، ما تنساش لو عجبك الملخص تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. سلام.